معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الابتدائي. كيف تستطيع من خلال تصريح مؤقت لمنع الترحيل الحصول على تصريح عمل؟ لماذا أنت بحاجة إلى تصريح عمل؟ من أجل العمل، من أجل تدريب تعليمي في شركة، من أجل أغلب التدريبات؟ متى وكيف تستطيع الحصول على تصريح عمل إذا كان لديك تصريح مؤقت لمنع الترحيل؟ عندما يكون لديك تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل منذ 6 أشهر حسب المادة 60 لقانون الإقامة. عندما تكون غير قادم من ألبانيا أو البوسنة أو الهرسك أو غانا أو كوزوفو أو مقدونيا أو مونتينيغورو أو السنغال أو الصرب. عندها يكون مكتوب في تصريح المؤقت لمنع الترحيل يسمح بالعمل بعد أخذ إذن مكتب الأجانب. ما الذي يجب القيام به؟ قبل كل شيء يجب عليك أن تجد رب عمل يرغب بتوظيفك، ثم يجب عليك أن تقدم بطلب تصريح عمل لهذه الوظيفة عند مكتب الأجانب، ومن أجل ذلك يجب أن يعبئ لك رب العمل استمارة لوصف الوظيفة. ثم يجب عليك تسليم الاستمارة عند مكتب الأجانب في حال أردت أن تقدم على تصريح العمل هناك. عندها يجب على مكتب الأجانب أن يمنح تصريح العمل في حال تم الالتزام بكل القوانين في عقد العمل، مثلا ناحية الأجر الذي ستتقاضاه من رب العمل. أي سيتم التحقق من شروط العمل. أما إذا كنت تريد أن تبدأ بتدريب تعليمي في شركة ما أو تدريبات معينة فلا يتم التحقق من شروط العمل. إذا لم يرغب مكتب الأجانب بمنح تصريح عمل لك فعليه أن يكتب لك ويشرح لك السبب بعدم منحك تصريح العمل. عندها يمكنك أن تشتكي عند المحكمة على ذلك خلال مدة معينة، عليك عندها أن تستعين بالمساعدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ولديك أسئلة نحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.